السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي أولياء الأمور مع موقع نذاكر. النهاردة هنتكلم على First Term Unit 1، الترم الأول الوحدة الأولى. أول درس فيها هو My Friends، أصدقائي. Objectives of the Unit، أهداف الوحدة. Listening، Speaking، Reading، Writing، learning useful words. اهداف الوحدة هي بشكل عام الاستماع والتحدث، القراءة والكتابة، تعلم كلمات مفيدة. اول صورة معنا فيها اربع اشخاص: منى، كريم، سامي، سكرة. لازم زي ما مكتوب listen and repeat، لازم احنا نكرر الاسامي دي قدام ولادنا كذا مرة. يعني حضرتك او حضرتك تاخد الطفل وتقعده بالراحة كده، تديله بنبناية. الموضوع مش موضوع عنف ولا موضوع بالعافية، هو مجرد عملية عايزين نفهم الطفل ان هي عملية مرحة، ان هو بيتعلم حاجة جديدة بطريقة مرحة. فممكن بسهولة حضرتك تحطها له في حاجة زي تشانت، زي سونج، اغنيه صغيره كده، او تلحنها له وانت بتقولها له. ان كان المهم الطريقه تكون فن، تكون مرحه. هنقول منى، كريم، سامي، سكره. نكررها كذا مره ونخلي الطفل يعيدها ورانا، بحيث ان احنا بعد شويه نسمع له تاني الاسامي. لازم نكرر، لان طبعا الطفل مش هيتعلم من اول مره، لازم ناخدها بالتكرار. فممكن نوري للطفل الاربع اشخاص ونشاور عليهم، بعد كده نعكس، يعني نسأله مثلا كريم، على نشاور على كريم نقوله ده اسمه ايه، وهكذا. مش لازم بالترتيب، مش عايزينه نحفظ كستامبا يعني، لا لازم يحفظ وهو فاهم هو كريم مين، سامي مين، منى مين، سكرة مين، كده. مش يحفظ بالترتيب ان هما دول وخلاص. ممكن نعكس له الاشكال ونخليه هو اللي يقول الاسامي. ندخل على الجزئية التانية، listen and repeat. introduce oneself، عشان هو يقدر ان هو يقدم نفسه. حاجة بسيطة نعرف الاول، hello اللي هي معنى هاي، زي ما بنقول هاي او اهلا. احنا لازم نعود الطفل ونتعامل معاه كأنه كبير مش صغير، بس برضو بطريقة مرحة. يعني حضرتك او حضرتك تبقوا لسه مثلا داخلين البيت او جايين من الشغل، او حضرتك لسه بتجيبيه مثلا من المدرسة او من الحضانة، هتقولي له هلو. يعني الموضوع ما يبقاش مذاكرة، لا الموضوع يبقى يعني حضرتك تحاولي ان هو يبقى عملي، تحطيه في مواقف تخليه يتكلم ويقول الكلام ده او يفهم معنى الكلام ده، مش مجرد حفظ زي ما قلنا. حضرتك هتعلمين هلو، هاي، هلو، اي ام الاسم، هلو اي ام سامي، هلو اي ام منى. حضرتك هتقعدي الطفل وتقولي له انا اسمي مثلا صفاء، تقولي مش مامي اسمها صفاء، hello my name is صفاء، فهقول I am صفاء، hello I am صفاء، hello I am سامي، hello I am منى. حضرتك الجزئية التانية لازم تعلميه ازاي تقولي له اقعد وقوم، اقعد وموقف. فحضرتك هتقولي sit down وتقعدي، بحيث ان هو يقعد ويفهم يعني ايه sit down. stand up وحضرتك تقفي، بعد كده تخليه يعمل نفس الحاجة مع حضرتك، بحيث ان هو يقولك sit down حضرتك تقعدي، stand up حضرتك تقفي. حسسيه بحتة ان هو عنده control، ان هو يفهم demonstrate، ان يتعامل، يفهم ويتعامل في نفس اللحظة. say the names of your friends، ده الهوم وورك بتاع حضرتك، لازم تعمليه معايا ان شاء الله بعد ما تخلصي.